التوقعات كنظن المنتخب الامريكي كنظن المنتخب قوي بزاف، وكنتمنى التوفيق للمنتخب الوطني المغربي، ولكن التوقعات ديالي ان الامريكان تربحنا، خصوصا انهم في بلادهم والجمهور ديالهم، و يعني هذا ماشي تنقول لك بان المنتخب ضعيف ولا شي حاجه، ولكن بالنسبه اللي غنمشيو عندهم هذاك العامل النفسي وداك الشيء يقدر. المنتخب الامريكي شوف في كاس العالم تقريبا لعب شي ثلاثه ديال المباريات، شوف منتخب قوي بزاف، ويعني كيوصل حتى للدومي فينال، يعني وقدر يدي كاس العالم كاع، منتخب قوي جدا. قولوا خويا، المهم بالنسبه للمنتخب يقدر يتعادل يقدر يربح، اما الخساره ما غيخسرش باش نكونوا واضحين. علاش هذا المنتخب حاليا غادي في واحد النيفو اللي زواون، وكنقول انا يقدر يدير شي حاجه، وكنتمنوا لهم الخير ان شاء الله. خويا هو منتخب قوي، داكشي علاش قلت لك نقدروا نتعادلوا، نقدروا يعني نربحوا. انا نتعاكس معاه في الراي ديالو، المنتخب الامريكي ناقص بالنسبه للكره اللاتينيه، مش بحال المنتخب الارجنتيني والمنتخب المكسيكي اللي هما قويين بزاف، تبانوا بزاف كاس العالم. اما المنتخب المغربي هو النيفو طالع بزاف. كان اخويا طالع هذا العام بالنيفو، المنتخب الامريكي طالع هذا العام بواحد النيفو يعني المنتخب ولا كنقولوا المنتخب ديالنا المنتخب ديالنا ولا ان شاء الله ما يغيبش 3-0 لا بزاف 1-0 نظري. المنتخب الامريكي ماشي شي منتخب قوي، هما عندهم مع الركبي واه يعني المقابلة في متناول زعما ديال المنتخب المغربي ممكن يربح، غير هو خصو بحال قلتي يستافد من هذه المقابلة ضد المنتخب الأمريكي، يستافد باش يزيد يعالج إذا كاين شي ما يتعالج، ويزيد يوحد الصفوف ديال الفريق باش إن شاء الله يمشيو لاكوب دي موند. نقول لهم إن شاء الله التوفيق في المباراه الوديه وفي كاس العالم ان شاء الله، ويهزوا الرايه ديالنا ان شاء الله الفوق. اخويا امريكان راه لا شيء، راه المغرب راه هي اللي رابحه، راه الامريكان راه لا شيء، ما راهم لعبوا ما في يديهم والو، ما تعرفوش اصلا يلعب والو، ما شي جوج لزيرو حنا بغينا المغرب دوز باي طريقه، اي طريقه المغرب دوز، ولما دازت المغرب غرونوها بالروج ولا خي المغرب مشكلة صعيبة، ولمية في المية غدوز المغرب عشيري. نتمنوا هما يربحوا 3-1، نتمنوا هما الربح، نتمنى لهم التوفيق في كاس العالم، والله يسهل عليهم حتى هما مساكن تيلعبوا وتتعبوا ديال بصح، يعني ماشي سهل يعني منتخب يلعب، الله يعاونهم ويكون معاهم.